السياسيين ديالو كيحترموا نفوسهم خاص يقدموا الاستقالة ديالهم، نسوة بواحد الواقعة وقعت في مصر اللي ما يبعدها عنا ولا فايتانا بشي كبير، يعني ما يمتجاوزنا لا في التقدم ولا في بزاف ديال الحوايج. حنا كاملين كنتابعوا تقريبا لدول العالم الثالث. وزير العدل المصري سابقا في سنة ما قال واحد الكلام اللي هو جارح في حق أبناء عمال النظافة اللي بغاو يلجوا لمهنة القضاء، وقال ما من حقهمش يدخلوا، وطبعا قدم استقالته لأن الرأي العام قام ضده ولأن السياسيين تما كيحترموا نفسهم وقدم استقالته اليوم اللي قالوا السي وهبي أكثر من اللي قالوا وزير العدل المصري. السي وهبي قال على أنه ولده قرأ في مونتريال وعنده جوج شواهد ولا جوج الإجازات وهو عنده الفلوس. يا سيدي الله يزيدك، حنا ما قلنا لك حتى شي مشكل، ما قلنا حتى شي حاجة، سير سيدي الله يعطيك الفلوس، ولكن ترى قلتيها بفمك، قلتي على أنه فمك أنت نقبضوك، قلتي على أنه هناك سياسيين داخلين السياسة بفلوسهم وكيسيروا السياسة من خلال فلوسهم. إوا اليوم هل أنت واش ما كتسير السياسة بفلوسك وبمركزك كوزير للعدل وتنجح ولدك وتنجح بزاف ديال الناس؟ لأنه اليوم هي اللوائح قدامنا وكنشوفوا فيها مجموعة من الأسماء المتشابهة ومجموعة من الأسماء تنتمي إلى هنا وإلى هناك، من السياسيين ومن غير السياسيين ومن المنتمين إلى حق المحاماة وإلى حق القضاء وإلى غيره. اليوم التساؤل غادي نطرحه عليك السي وهبي، هو أبناء الشعب وين ومن هذا الشيء كله؟ هو 70,000 عباد الله مغربي ومغربية حاصلة على الإجازة والماستر والدكتورة اجتازوا هذه المباراة، هذه ما فيهم زعما كاع واحد يعني يقدر يفهم ولا غير أولاد هذا هما اللي كيفهموا؟ وراه مستحيل، لا يمكن، ما يمكنش بالمنطق ديال الأشياء تكون هاد الأسماء كلها جات صدفة، أو هاد اللوائح كلها جات صدفة، أو هاد المتشابهات اللي الله تبارك وتعالى قال اتقوهم تجي صدفة. ما يمكنش، وما يمكن هاد 70,000 ما يكون فيها النوابغ، ما يمكنش 70,000 هذه اللي تخرجات وحفات ضربة الصباط في الجامعات في كليات الحقوق على امتداد المملكة المغربية ما فيها لا شاب ولا شابة ينفع ينجحوا غير ولاد هادو. ورانا كهنتي الشباب المغربي وهنتي الجامعة المغربية وهنتي الأساتذة الجامعيين وهنتي المدرسة العمومية وهنتي نحنا كاملين كشعب مغربي، وهذا يقتضي باش نقولوها لك، نقتضي السي وهبي حط السوارد، حط الاستقالة ديالك وسير. اليوم كنتكلموا كنقولوها صراحة، ما بقاوش نتخباو، اليوم هي وزير العدل خاصو يحط السوارد ويمشي لأنه تجاوز كل شيء. انت راه ماشي غير في التصريح اللي تكلمتي، انت تكلمتي في تصريحات كثيره جدا، انت حولت راسك المشرع، كل مره كتجي كتقولنا غنخرجوا قانون وينظم ويشدد ويعاقب، وكانك اختزلت كل شيء في القاعده القانونيه اللي غادي تنظم لنا المجتمع الا فتحنا المشاكل ديال الاجرام وديال انتهاك الخصوصيه وديال غيره. واسي وهبي راه كنقولها لك بالمنطق ديال القانون، راه القاعدة القانونية مؤطرة للمجتمع ولا تحل مشاكل المجتمع، اللي كيحلو هما هو السياسيين والسياسات العمومية اللي فاشلة أو فاسدة. هي السياسات العمومية اللي خرجت على هذه البلاد، هذه هي السياسات العمومية اللي خلتنا في ذيل التنمية البشرية 123، وكتهضر لي على سيادة القانون، كتهضر لي واش كتعرف باللي نحن اليوم تيه مؤشر سيادة القانون كنحتلوه بالرتبة 94؟ وهذا الشيء اللي درتي اليوم غادي نرجعوا الفضيحه قدام العالم، غادي نرجعوا ل 200 الرتبه الاخيره. ما كاينش شي حد على امتداد السنوات اللي تعاقبوا فيها وزراء العدل على حقيبه العدل في المملكه المغربيه، وقع ما يقع اليوم. غادي يقول لي واحد راه كانوا كيدار، اي كان كيدار، ولكن ماشي بهذا الشكل الفج، ماشي بهذا الشكل المتكرر وبالشكل اللي كل يوم تخرج لنا مصيبه. حنا كنقولوا هذا الشيء نهار السبت غادي يتحد، نهار الحد غادي يتحد، حنا اليوم في الاربعاء وما تحدش حاجه، الله يحد الباس، ما عرفنا فين غادي بينا. بغيتي تنظم لنا حياتنا الخاصه، بغيتي تدخل في الواتساب، بغيتي تشدد العقوبات، بغيتي دير وكأنك مشرع، انت جزء من حلقه التشريع.
وجزء من صانع السياسات الجنائيه، وكانك انت اللي تصنع السياسات الجنائيه. راه اللي كيسمعك كتقول ديالي اللجنه، ديالي اللجنه ماشي ديالك، ماشي ديالك اللجنه، ديال المغاربه كلها وضعوا فيها الثقه باش تصحح، ماشي اللجنه ديالي هي اللي كتصحح. هادو كيخدموا معايا، هادو كيديروا معايا، شكون انت في ملك الله تقول هالهضره هادي؟ هاد الهضره كلها مجتمعه جمعناها لك كامله، وكنقول لك اليوم تي عليها السي وهبي، خاصك تمشي، خاصك تمشي تستقيل، لم تعد تصلح. راه في بعض الدول اللي السياسيين كيحتارموا رؤوسهم، الا كان ولدك، وانا ما كنقولكش ولدك ما من حقوش يدوز الامتحان، مواطن مغربي هذا خاصو يدوز الامتحان، ولكن انتقال للشبهه، انتقال للشبهه، انتقال للشبهه، راه ما خاصك، خاصك تمشي، خاصك دير لجنه محايده، خاصك تجيب اساتذه جامعي صحو، تجيب ناس اللي بعاد على الميدان يصحو، ماشي تجيب ناس وتصنع لجنه ودير ودير ودير. كل يوم كنسمعوا مسؤولين داخل الوزاره نجحوا، فلان نجح، فلان نجح، السياسي نجح، هذا نجح، هذا نجح، والمواطنين المغاربه ما ينجحوش. واش بغيتي تضرب الدستور؟ بغيتي تضرب كاع النصوص القانونيه كلها اللي انت دائما تتبجج بها وتتحدث عنها وكانك انت اللي وضعتيها وكتقول غادي نوضعها؟ انت السي وهبي كتقول انا خلقتي 2000 منصب شغل، واش دخلت عليك بالله المحاماة هي منصب شغل؟ واش المحامي عنده رقم تأجير نيميرو تصوم؟ المحامي ليس موظفا عموميا، ولا تنطبق عليه مقتضيات القانون الجنائي ولا مقتضيات الوظيفة العمومية، هذه مهنة حرة، كيدخلها وكيضحك ويضرب الصباط ويلاه يدير بير ويتقاد معاه ولا ما يتقاد معاه، ويدخل 100 درهم ولا ما يدخلها، يخلص هذوك المسائل ديالو للشهر ولا ما كيخلصهاش. إذا اش كتخسر عليه أنت؟ اش كتخسر عليه أنت كوزارة العدل؟ ما كتكونوش، ما كدير له البيرو، ما كتابعوش، واش كتخسر عليه أنت كحكومة باش تقول لي خلقت مناصب شغل؟ ما خلقتيش أنت مناصب شغل، هذه مهنة مفتوحة، خلي كل شيء يدخل، يدير المحاماة، واللي قاد على شي حاجة الله يعاونه، ولكن بالكفاءة ديالو وبالعلم ديالو، ماشي بالواسطة، وماشي باك صاحبي، ماشي جداتك والمعروف. راه كاع حنا مغاربه جداتنا ما عندناش جداوات من المعروف، راه حنا مغاربه ما عندناش باك صاحبي وما عندناش الوساطه وما عندناش الزبون، راه وصلنا بدراعنا، راه ضربنا الكرفي وضربنا الصباط، قرينا في المدارس العموميه وفي الجامعات العموميه، وسهرنا الليالي وضربنا العدس وضربنا اللوبيا، وبعض المره كاع ما ضربنا شي ولا رينا شي، ونجحنا ووصلنا، وبغينا ولاد المغاربه حتى هما يوصلوا، ماشي تجيو تقضي على احلامهم. واش انت بحال كيقولوا المصريين نزلتينا من سامع سابع سماء السابع ارض، كنا مع الركراكي حلمنا وامنا بالنيه وبغينا نديروا النيه ونعاودوا نديروا الثقه ونقولوا كل شيء تبنى والمسائل مزيانه، ولاد الشعب المغربي فرحونا، وهادو ولاد المنتخب غير ولاد الطبقات الكادحه، شوف اش داروا وتسقطوا وطلعوا كل شيء، طلعوا المغاربه ولاو كيحلموا، جيتي انت هرستي كل شيء، كل شيء بدقة واحدة بجردة قلم. ولدي كيقرا في مونتريال عنده الإجازة، باه لاباس عليه، وسيدي بالزعط إلا كان باه لاباس عليه، حنا ما عندنا حتى شي حاجة، ما عندنا والو، حنا مغاربة ما عندنا والو، عندنا غير الله الوطن الملك، وعندنا دراعنا والخدمة ديالنا هي باش وصلنا، راه ما وصلناش بانا لاباس علينا، ولا خلص علينا المدارس خاصة، ولا قرينا في شي ليسي، ولا كنعرفوا اللغات، راه اللغات تعلمناها البارح، وبقينا كندرجوا حتى وصلنا. ودخلنا للجامعه المغربيه اللي كتعايرها انت اليوم هاتيا، ونحن نستاذ من هذه الجامعه ونتاج هذه الجامعه، كيما اولاد هذا الشعب هادو اللي قدام البرلمان كيتحرقوا كيبكوا الدموع، لانك تحس على انهم مظلومين، والظلم والظلم خطير جدا، اخطر ما يتعرض له الانسان هو الظلم، عندما يمنع على انه ناجح وتجي انت وتقول له لا، ما يمكنش اللي ماستر واللي دكتور والطلبة اللي عندهم الإجازة واللي تفوقوا في كل المباريات، جيتي أنت قلتي لهم لا في مينة معان ما تعرفوا والو ما تدخلوش، كيدخل هذا ويدخل هذا ويدخل هذا ويدخل هذا ويدخل هذا، اللي عنده باه وجداته والمعروف يدخلوا، وعلاش أخويا علاش؟ هادو راه ملي كنسمعوا وشفناهم قدام البرلمان، والله العظيم إلا كتبكي الدموع، كتبكي ماشي تبكي لماذا؟ لأننا نخشى على بناتنا وبنائنا في هذا الوطن، المستقبل ديالنا، ما حنا اللي عطى الله عطاه، راه عندنا 56 عام، أش غادي نعيشوا 56 عام أخرى؟ راه حققنا اللي بغينا نحققوه، ولكن هاد الدراري اللي عندهم 10 سنين وست سنين وثمان سنين اللي كنقروهم دابا في المدارس العمومية ولا الخاصة وكنخلصوا عليهم، أش غادي نديروا لهم؟ واش نآمنوا بهذا الشيء؟ وانت كتجي كتخربق لنا في هاد كتضرب لنا كل شيء في الصفر،
راه هادشي بزاف والله الا بزاف، ويقتضي الاستقالة ديالك، تحطها ما يفرض عليك حد انت ادبيا واخلاقيا الاعتذار ديالك الحقيقي المقبول اللي غنقبلوه منك، وتحط الاستقالة، والحكومة مسؤولة معاك. إلى غدا معاقدة المجلس الحكومي ديالها خاص يكون على جرو إلى أعمالها هذا العبث الذي وقع في امتحانات المحاماة. راه كنتكلم بحسرة، ليست عندي مصلحة، ولا عندي بنت ولا عندي خو ولا عندي خت ولا عندي ولد مزوج الامتحان، ولكن أولاد الشعب المغربي كلهم أبنائي وبناتي، درسهم في الجامعات وكنعرف المستوى ديالهم جميع الجامعات المغربية، لا أفرق بين هذا وذاك. طبعا من الطبيعي أن شي واحدين ما ينجحوا، هذا امتحان فيه النجاح وفيه الرسوب، شيء طبيعي. احنا ما غنقول لك 70000 كلها تدري القانون وتعرف القانون غادي تنجح، لا، غير ممكن وغير منطقي. ولكن في هذه 70000 لا توجد 5000 ولا 6000 عندها المؤهلات باش تنجح؟ الا يوجد فيها دكاتره وماستره وعندهم الماستر والاجازه ما يستحقوش ينجحوا وما كيجيو ماجور في الكليات ديالهم، طالبات وطلبه لا افرق بينهم. واليوم هي كتجي كتقول لي غير فلان وفلان وفلان وفلان، وكل يوم كتطلع لنا لائحه، راه غير مجرد لوائح شبهه تدينك انت كوزير وتدين الحكومه. راه لو ان في بلد يحترم في السياسه انفسهم لقدمت الحكومه استقالتها من هذه الفضيحه، ولا اعتذرت للشعب المغربي ولا ابناء الشعب المغربي. من الشعب المغربي اللي اليوم كيبكوا قدام البرلمان، اش غادي يدير لهم البرلمان واش غادي ندير لهم انا واش غادي يدير لهم غيري؟ والله لن نحرك ساكنا، واقولها وازم اننا لن نحرك ساكنا. وهذا الشيء بزاف على رافه مهبنا للوطن، راه كتهدوا السلم الاجتماعي، راه كتحطموا الخطابات الملكيه وكتمشوا ضدهم. وكنقولها وكنعاودها دائما كنعاودها وعييت من عاودها، راه الاتجاه اللي واخده الخطابات الملكيه اتجاه غادي في الطريق سليم، والاتجاهات اللي واخده النخب السياسيه غادي العكس. هذا الخطابات غاديه هاك، وانتم غادي اللور، كتجروا المغرب اللور، كتجروا للقاع وتجروه لما تنحمدوا عقباه.